فورا نرجع الى استوديو عالم الصباح لحتى نتابع فقراتنا محطتنا التاليه مثل كل نهار احد، بما انه هبه يلي انضمت لنا 1 2 3 واخبار الرياضه. صباح الخير. صباح النور. كيفك هبه؟ منيحه انت؟ تمام ماشي الحال. عنا ضيفه صح، وبدك تخبرينا شو عم بيصير لانه قلتي لنا سوربريز. ايه تفضلي. بدي اقول صباح الخير لنا. اكيد بدي اقول صباح الخير لكل المشاهدين اكيد ولضيفتي نادين عيسى. نادين يعني بطله بتحب الرياضه، عم تشتغل على حالها على جسمها، ولتشارك باول مره بكومبيتيشن برات لبنان يلي هي ساب كومبيتيشن بفئه البيكيني. بيكيني بالماستر وومن بيكيني فتنس. نعم، يعني قليلنا نشوف سيدات وبنات عم بيتحمسوا. صح، يعني بيتحمسوا لهيدي الكومبيتيشن وبيروحوا بيشاركوا برا، خاصه انه ما عندها بعد يعني على صعيد لبنان نادين، فهالمره قررت انها تتخطى هالحدود وتشارك برا. برا. امتى طلع هالقرار معك؟ طلع هالقرار من شهرين. كنت بزياره بهولندا، صار لي بس شهرين عم بحضر. كنت بزياره بهولندا عندي تريننج باحد النوادي، وحبوا كثير التريننج وشوفوني انه بقدر تقدر تكوني بالمنافسه. نعم. فعرضوا علي وقبلت. طيب خبرينا شوي عن هالكومبيتيشن، كم بلد معقول بده يشارك؟ في بلاد كثير انا بعرف بدها تشارك. هي من كل البلدين، مفتوحه لكل بلدين العالم. نعم. مين ما كان بيقدر يشارك فيها، بس اكيد بده يكون عنده الكفاءات اللازمه. أوكي. يعني بده يكون الفتنس ليفل تبعه يكون باهله انه يقدر يشارك بالمسابقه. وفي تقريبا في اعمار معينه شيء؟ بلا، هي من العمر ال 35 مطلوع وما أوكي. فوق. و يعني 35 مطلوع. اوكي سو بكره يعني حتلتقي بعده اعمار بعده جنسيات. اكيد عدد اعمار عدد جنسيات الطول كمان يعني بقسمون كاتيجوري حسب الطول كمان، في كلاس اي وكلاس بي. نعم. حسب الطول. وانت عم تتحضري؟ انا عم بتحضر صار لي شهرين مع انه كثير قليل الوقت. اتس بيج تشالنج، بس عم تقرا. بس انت اكيد في باز، يعني انت في باز. أكيد انت حدا كثير سبورتيف، انت حدا كثير. خبرينا شوي عن حالك. اكثر من 10 سنين بدومين السبور. انا تخرجت بجامعه روح القدس بالكاثوليك بشهاده مهندسه ديكور، ورجعت فتت بدومين الفتنس كمان. شو بعيد يعني مهندسه ديكور للفتنس لتروحي برو اكستريم بالسبور؟ يعني حلو نايس. كثير مجالين كثير غير عن بعضهم، بعاد عن بعضهم. قد ايه لك بتعمل سبور يعني؟ صار لي 15 سنه بعمل سبور. 15 سنة؟ صار لي 15 سنة. مشاركة قبل ببطولات بقلب لبنان؟ نو ابدا. يعني هيدي حتى هيدي على أول مرة يعني بمسيرتك إذا فينا نقول. نعم. بتشاركي بكومبتيشن؟ هيدي أول كومبتيشن لإلي. نعم. ما فكرت تشاركي قبل بلبنان نادين؟ يعني دغري نطيتي لبرا؟ ما فكرت. أبداً. صار لي انعرض علي كذا مرة بس ما فكرت فيها. نعم. ما كنت كثير هم من الموضوع، بس هلا تشالنج كبيرة. هلا تشالنج كبيرة خاصة بوقت كثير قصير عندي تحضر. طيب كيف عم تتحضري؟ مين عم بيساعدك؟ خبرينا أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. في كثير ناس واقفين حدي، كثير ناس عم بيساعدوني، منهم من أهم بودي بيلدرز بلبنان يلي هو شربي الأبو داهر، وعم بساعدني، عم برفقني كل يوم بالاكل تبعي بالتريننج. حنحكي عن موضوع الاكل هلا، هذا موضوع كثير مهم. موضوع الاكل اي موضوع. أوكي. الاكل كثير صعب وكثير مهم بالكومبيتيشن لانه هو اهم شيء تقريبا. نعم. اوكي، وفي عندي كمان في كوتش انا شفته معي كمان. مظبوط، هو شربل. هذا شربل. هو شربل عم بساعدني وبشكره كثير لانه عم يتحملني بالمود سوينج تبعولي هلا بلا اكل. لا قاعده بلا اكل اكيد. لا مش قاعده بلا اكل، المود في اكل اكيد، بس الاكل كثير ستريكت بكميات معينه. على الوقت هلا نظام. يعني شو النظام هلا اللي عم تتبعيه؟ يعني هلا انت كنا عم نحكي شوي تحت الهواء قلتي لي هلا باصعب مرحله هلا يعني هي مرحله التنشيف. اوكي طيب بينه مضبوط العضلات تكوني متناسقه الشيب تبعك. اوكي سو الاكل بده يكون على الوقت، بده يكون في 5 أو 6 وقعات بالنهار، ممنوع تقفي ولا وحده، التمرين على الوقت، شرب المي كمان في كم لتر معينين لازم تشربيهم بالنهار. عم تتعبي؟ عم تحسي حالك بمطرح ما انك قادره؟ بحس اكيد، بس على طول في العالم اللي حوالي اللي عم بيساعدوني على طول. يعني امتى هي بالضبط الكومبيتيشن؟ ب9 و10 ديسمبر. قربنا يعني كثير قربنا، صح، اقل من جمعتين تقريبا. نعم. خبرينا طيب نادين، يعني العالم حواليك عم تقولي لي كل عم بيشجعك لتروحي تعملي النتيجه، شو حاسه انت بتقدر تعمل نادين بهولندا؟
كل شخص بيقدر يعمل. بس تحطي براسك انه انا عندي كومبيتيشن، عندي تارجت معين، تمشي عليه وبتوصلي. يعني بتحسي حالك حتعملي نتيجه؟ معقول بكره تعملي لقب مثلا؟ يعني عملتي كومباريزون صغيره بالسنوات اللي قبل مين وكيف؟ يعني شفت عملتي هالرش؟ اكيد اكيد اكيد، كل الوقت عم تبعهم، كل الوقت عم شوف. اي شخص بحط براسه بيقدر يوصل، بيقدر يوصل. ما في شيء صعب. اكيد اكيد. طيب نادين، هيك كومبيتيشن انت مسافره لبرا، اكيد في تكلفه معينه، في ناس، في سبونسرز، في ناس عم تساعدك؟ اكيد في ناس عم تساعدني، وانا بشكر كلاس بورت يلي كمان قدم لي الغوريلا وير يلي هن اتس نيو براند امريكاني نازل بلبنان، وهن رح بيرفقوكي للسفره وكل المصاريف وهيك. مين رايح طبعا معك؟ رايح معي الكوتش تبعي. بس الكوتش، بس الكوتش تبعي. نعم نعم. طب خبرينا شوي، اوقات يعني بمجتمعنا هيك بين هلالين اذا فيني اقول، عاده بعدنا بنشوف قد ما صرنا متطورين ومنفتحين على المجتمع وعلى العالم كله، خاصه بنات برياضات معينه، بتشوفي في ناس بتنتقدك مثلا انه ما بتحب نادين تشارك بهيك انواع من السبور مثلا، او لا في 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 بتسمعي يعني اذا بدك كومبليمون اكثر من انتقادات؟ لا بالعكس، هي يعني كل اللي عم بسمعه هو كومبليمون، هو تشجيع. يعني ما بعتقد حدا بينتقد انه بدك تشاركي بمسابقه، اوقات بينتقدوا انه عم تعملي عضل كثير. ما اكزاكتلي هيدا قصدي. لا هن بينتقدوا العضل اوقات، بس مش معناتها انه المره بطنت فيمينين اذا عملت عضل، فيها تعمل عضل يكون جسمها قوي بس بطريقه تضلها محافظه على انوثتها. نعم بالعكس، العضل بقوي لك جسمك، بخليك تكوني قويه بكل شيء بتعمليه، بشكلك، فيك بتعطيكي اندورانس على كل شيء. خاصة العضل يمكن نادين ما بيضل مبين كل يعني كل الفترة، بفترة معينة مثل هلا كنا عم نحكي بتنشفي جسمك، دونك مبين العضل أكثر من فترة ثانية. ما هي كمان في طريقة للتمرين حسب، فيك تكوني محافظة على عضلاتك يكونوا منهم كثير يعني ماسكولين كل السنة، تكوني يعني عضلاتك قوية إن جود شيب بدون ما تكوني كثير يعني منشفة. وقت الكومبيتيشن مجبورة تنشفي لأنه في قوانين معينة، رولز معينة بالكومبيتيشن. طب نادين، بهيدي الفئة بلبنان يعني بتعرفي بنات سيدات شاركوا من قبل؟ عندك علاقه مع حدا منهم؟ بتعرفي حدا منهم حكيتوا بالموضوع؟ اكيد اكيد، وبعرف ناهد ساتر، اكيد الكل بيعرفوها، ناهد بطله وساعدتني بال اعطتني تيبس، ساعدتني بالووكينج، لانه وقتها نروح على الكومبيتيشن في ووك بدنا نعمله قدام الجادجز. اوكي سو علمتني كيف بدي امشي قدامهم، التيبس اشياء يعني كمان في تيبس لكل جسم، شل الوراقة عريضة، ما لازم تمشي بطريقة معينة، كيف تسكر إجريها، كلهم هدول ساعدتني فيهم ناهد. هدول بده يكون واحد مارق حتى هونيك حتى يعرفهم. أكيد تفاصيل. الكومبيتيشن قد ايه وقتها بيكون؟ يعني قد ايه بتمشي؟ والجوري على شو بتحسب العلامات؟ يعني على اي، على بوز معين، على عضله معينه؟ اوكي هلا في اول شيء، هي الكومبيتيشن مقسومه على يومين. اوكي اول نهار بتسعة الشهر بكون في البري جادجينج واليمينيشن، بكون في اكثر من 50 مشاركه. اوكي بدهم ينقوا منهم 15، هال 15 بس ينقون بينتقلوا لتاني نهار على كمان في بري جادجينج بتاني نهار، وفي الفاينل في اثنين راوندز. اوكي هلا يعني مش مثل البادي بيلدينج والفيزيك والويت ليفتنج، يعني ما بي يعني اكثر شيء على شو بتنحسب العلامه؟ على الاوفرول لوك، يعني كل شيء، تناسق بالعضلات، تناسق بالجسم، قد ايه في انوثه، لانه ما بدها تكون كثير معضله، يعني الماسل ديفينيشن منها كثير مقبوله. يعني مش مثل اللي بيقدموا على السترينث اند فيزيك، بس بده يكون في اكيد الفيت لوك. وبيعتمدوا كثير على الشعر، على الميك اب، على حتى كنت عم تقولي لي على البسمه، على الطلي، على المشي، مهم كثير. حتى كنت عم تقولي لي انه حتى في اكسسوارز معينه بتحطوها. البيكيني، البيكيني بده يكون بيكيني للاي اف بي بي، اوكي هي المنظمه الساب كاب، وفي الاكسسوارز كمان لالون، والشوز من عندهم، يعني كل شيء مجبوره انك تاخذيهم بتنقيهم، في ستاندرد معينين، يعني لوك معين لهالمنافسه. عن جد كثير حلو يعني غاده، انا عن جد نادين هيدا اللقب باهلك بعدين انك تشتركي باشياء ثانيه، اكيد بيفتح لي مجالات اكثر حتى بلبنان بفتكر، يعني بتصيري انت بركي ما بعرف يعني اكاديمي او جيم معين او كذا، كرمال تصير تدربي يعني تشارك خبرتك مع البنات اللي عبالهم يفوتوا بهيدي الفئه. هيدي اكسبيرينس كثير مهمه وبتعلم منها كثير.
عم بتفكري تعملي هيك شيء نادين يعني بهيدي الفئه، فئه البيكيني، عم تفكري تعملي انت استوديو خاص لإلك او ليه لا ليه لا. او تصير تدربي على هيدا الموضوع لبنات يشتركوا بلبنان او حتى برا؟ هلا هي انا رجعت مش البنات بهالكم يوم، هلا لا 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 هي مجرد ما اشتركت بهيدا الكومبيتيشن يعني تخلت وتريح راسها. لا بس انا بشجع كل البنات لانه اكسبيرينس كثير حلوه كثير حلوه، لانه البنات بيخافوا انه انا عضلات وكذا وراح يبين كثير وصعب وهيك، بس هون عم بتقول يعني هي بنت اثنين بنت اثنين مزبوط، مش كثير على الاكستند رايحه ولا صح في على الاكستريم ولا على ال، والاكل كمان كثير مهم يعني بدهم يعرفوا كيف ياكلوا قبل التمرين كيف ياكلوا بعد التمرين بيحافظوا على عضلاتهم كما يطلعوا ماسكولين كمان كمان. يعني انت هالفتره نادين شو الاكل يلي عم شو النظام يلي عم تتبعيه؟ هلا هالفتره كثير صعبه، هلا انك قربتي هالفتره كثير صعبه يعني خس يعني؟ لا شو في خس؟ ما بسموح الخس، في كثير اشياء ممنوعه يعني بدي اكل كثير لحومات، كل شيء بروتين، كل شيء مشوي بلا ملح بلا زيت. خي؟ خي لا مش خي كثير لانه صعب. ما فينا نعزمها اليوم على الغداء لا لا حسين بتروح فيها. بتحبي الشوكولا؟ بحب كل شيء. ما فيكي هلا هالفتره؟ هلا لا اكيد لا ممنوعه اي شيء. لا شوكولا صار لي من زمان ما فيي ولا هيك زعب. من اول ما قررت ما فيي شوكولا ابدا. واو لا ممنوع الزعب ممنوع يعني كل شيء صوص ممنوع تحطي على السلطه، مش كل انواع الخضره مسموحه مثل مثل الجزر البطاطا في الملفوف كله هدول الاشياء فيها سكر كمان مسموحه يعني كل شيء نشويات مش مسموحه زيوت وملح. بدك توصلي ل حلو وزن معين نسيت الكلمه بدك توصلي لوزن معين لا هلا انت اوريدي يردان الوزن لا لا ما في وزن معين ما في الاوفرول لوك حسب أوكي. الشيب تبعك يعني في ستاندرد معين للعضلات لازم توصلي له لتوصلي لهالعضله المعينه يعني بتكوني انت يعني اوريدي قطعتي بالدايت اللي لازم تعمليه لتوصلي مزبوط اوكي هلا بعد عندك شغل على جسمك او خلص يوم اكيد خلصتي هلا كل يوم عم يفرق بعد جسمي اوكي بعد بيفرق كثير حنوصل لاي مرحله نادين؟ للعضلات مبينين اكثر؟ شوي اكثر شوي صغيره ما بدك هيك تعملينا شوي نشوف كيف وين وين عضلات هيك لحتى يبينوا على الكاميرا اوكي واو هي مش لا بعد يبينوا بدهم يبينوا بعد شوي بس هلا بطلت بمرحله تكبير عضل صرت بمرحله تنشيف يعني تريننج تبعي خفيف اكيد ثانك يو جود لك لك نادين وان شاء الله بهيك يعني بتروحي ب 9 و10 صح ديسمبر ترجعي لنا اللقب معك ان شاء الله ونرجع نستضيفك ونحتفل سوا فيك ان شاء الله ان شاء الله اهلا شرف لك ميرسي لك ميرسي خليكم معنا كمان مره بريك انا مع علم الصباح لغايه الساعه 1 بنرجع بنتابع سوا